لماذا تشعر الصين بالتهديد وبالانزعاج من مجرد زيارة محتملة وإن حصلت فلليلة واحدة فقط؟ مرحبا بكم. فإن إن هذه الزيارة يعني لأن رئيسة مجلس النواب الأمريكي هو يعتبر يعني رقم الثالث يعني في الإدارة الأمريكية، وكونغرس الأمريكية أيضا يشكل جزءا مهما للحكومة الأمريكية. وفي بيان المشتركة الصينية الأمريكية عند إقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين، هناك تعهدات الأمريكية أمام الصين هو أنه لا يجب أن يكون هناك التبادل الرسمي بين الولايات المتحدة وتايوان، والاتصال فقط بينهما هو على المستوى الغير رسمي. وهذا الزيارة هذه الزيارة بهذا المستوى هو يعني مخالفة واضحة للمبدأ الصيني الواحدة وبيانات الثلاثة الصينية الأمريكية المشتركة التي تعد أساسا سياسيا للعلاقات بين الصين والولايات لكن المتحدة. سيد رونغ، لذلك الصين هناك وخصوصا الأمريكيين، هناك من يعتبر بأن الصين تستخدم هذه الزيارة كذريعة لزيادة نشاطها العسكري في مضيق تايوان وحول مضيق تايوان أيضا. ولكن الصين يعني حذرت من يعني عواقب وخيمة لهذه الزيارة، وكانت تأمل من الولايات المتحدة إلغاء أو عدم زيارة يعني قيام بهذه الزيارة. ولكن إذا لم يكن هذه الزيارة ولن يكون هناك تصعيد للوضع، ولن يكون هناك أي يعني فرص للتصعيد. ولكن الكرة الآن على جانب الولايات المتحدة، وعلى الرغم من هذه الإنذارات والتحذيرات القوية من جانب الصيني، الولايات المتحدة تجاهلت كل هذه التحذيرات ومصر على يعني تخريب هذا التوازن وتغيير الوضع الحالي. ولذلك الرد الصيني سيكون القوي ماذا ومفاجئ. سيكون هذا الرد تحديدا؟ يعني الآن هناك أنباء أمريكية تفيد بأن طائرة نانسي بيلوسي سوف تهبط هذه الليلة في العاصمة تايبي وتبقى طوال الليل هناك، ماذا سوف تفعل الصين حيال ذلك؟ شخصيا أنا لا أعرف الإجراءات الملموسة يعني بالضبط، لكن ولكن عندما تقول الصين بأن جيشها لن يقف مكتوف الأيدي، ماذا يعني ذلك؟ يعني سيكون هناك الإجراءات العسكرية والوصيلة العسكرية للرد على ذلك. وكذلك يمكن أن نرى المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية اليوم قالت أن الصين يعني أي إجراءات التي ستتخذها الصين ستكون إجراءات عادلة ويعني عادلة لاتخاذها كدولة ذات السيادة وذات تاريخ عريق نعم، طيب. وكذلك ذات السكان عدد السكان كبير.